السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده بقى ان شاء الله هنصور عند الفراخ بتاعتنا. زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا بدات كبرت وبدات ان هي تبقى فراخ شمرتاي. شايفينها ده يا جماعه اللي كانت عمر يوم اللي انا ربيتها معاكم. بسم الله ما شاء الله ملك المكان كله ما شاء الله. يعني الناس اللي هي بتخاف تربى في عز الحر ده يا جماعه الفراخ بتاعت عز الحر. عشان كان في ناس كتير بتقولي مش فاهمه انا بخاف اربي الجو حر مش عارفه ايه. بامانه بامانه فعلا والله العظيم ما مات منها ولا فرخ ما شاء الله. شايفين؟ عشان بس الناس اللي هي حابه تجيب دوره امشي على التعليمات بتاعتنا وامشي على الفيديوهات بتاعتنا وان شاء الله هتلاقي معاكي احلى دفعه فراخ. زي ما انتم شايفين اهي في ناس كتير الفراخ ما بتنفعش عندها في الحر وما بتنجحش. ده يا جماعه الفراخ دي انا جبتها معاكم عمر يوم عمر يوم. شايفين النهارده بقت شكلها عامل ازاي؟ ديت يمكن احسن دفعه انا جبتها اللي انتم شايفينها دي ما شاء الله. يعني انت حتى لو مع انها لسه يعني قفلت ريش قفلت ريش بس انا لو جيت مسكت لكم فرخ زي الفرخ ده كده اهو همسكه لكم برده. شايفين بقى اهو ده انا مسكت لكم اهوت على اساس ان انتم شايفين هو لسه في شعر. يعني برغم ان هو قفل ريش بس لسه في شعره صفراء. معنى كده ان الفراخ دي هتبقى جاهله. بس وخلي بالكم ده مشعر ده الفرخ المشعر يا جماعه. عشان الناس اللي هي بتقول لي يعني ايه فرخ مشعر؟ هو بيبقى فيه نسبه هجين بس مش اكتر. ده اللي انا بفضله في التربيه بتاعتي بيبقى حلو قوي ما شاء الله. بيديك وزن كويس يعني لما بتعزيه لحم بيديك وزن كويس وما بتعزيك بيض بتلاقيه بيض بيبقى فيه بيض كويس ما شاء الله. شايفين هو اهو لسه عريان يعني تحس ان هو لسه هيجهل برده اهو. شايفين الشعر الصفرا اللي هو في دماغهم ده اهي مع انه شوفهم يعتبر هو كلته قفل قفل ريش بس معنى كده ان هو لسه الحجم بتاعه هيكبر. ده يعتبر الفراخ دي يعتبر مهجنه إيه ما شاء الله تبقى احجامها كويسه. هي بلدي بس يعتبر هي بلدي مشعر. انا كنت طبعا مخلطاهم يعني انا ما كنتش جايباهم كلته بلدي مشعر لا كنت جايبه في فيومي اللي هم الغوامق ده كلته كل الغامق ده كان فيومي. جبت نص الدفعه فيومي ونصها بلدي مشعر. الاثنين احسن من بعض. انا بفضل النوعين دول في التربيه. بسم الله ما شاء الله بيكبروا بسرعه. والميزه الحلوه اللي فيهم ايه بقى؟ ان هما بيجودوا معاكي بدري. ده بقى يختلف عن الفراخ اللي هي البلدي الصرف. في ناس بتحب الفراخ البلدي. يعني الفراخ البلدي كويسه يا جماعه ما فيش فيها حاجه وبتبقى حلوه قوي في البيض. بس يعني ايه الواحد ما بيحبهاش لانها بس بتبقى احجامها ضعيفه شويه. ده المشكله اللي فيها يعني. بس هي بتستحمل الحر وبتستحمل البرد وبتستحمل كل حاجه. اللي خلى الدفعه دي ما شاء الله تمشي معايا لغايه دلوقتي كده كويس وما تتعبش زي ما انتم شايفين كده النظافه. النظافة في الحر يا جماعة والله العظيم انت هقول لك هاتي فراخ وانت مطمنة. النظافة والتهوية. شايفين السلك دوت؟ اه انا ما بقفلش عليهم بالليل يعني السلك دوت بيبقى يا دوبك كله مكشوف داير مهدود كده. زي ما وريتكم يا دوبك الحطين اتنين وبقيت العشة كلها سلك. وبسيبها ليل ونهار متهوية بالشكل ده كده. أصل أهم حاجة في التربية التهوية والنظافة. زي ما انتم شايفين على طول باستمرار يعني كل 3 4 ايام كده ما بحس ان المكان ما بقاش نظيف بقوم انضفه له. ده يمكن هو ده السر اللي مخلي الفراخ معايا ماشيه لغايه دلوقتي مظبوط. وعلى فكره برده يعني ان شاء الله كمان اسبوع كده هنقلهم في مكان تاني هفضلهم مكان تاني. المكان دوت علشان كل ما بتوسع للفراخ كل ما بيكون احسن معاك. ما ينفعش المكان يا جماعه يبقى ضيق وفي كميه الفراخ بسيطه لا. بالذات كمان في الصيف الفراخ تتعب منك ممكن نفسها تقيل على بعض تتعب منك. انما كل ما بتوسع لهم وبتهوي لهم المكان بيبقى احسن وافضل. وخلي بالكم بقى الناس اللي هي ما جابتش جرعه كوكسيديا تجيب جرعه الكوكسيديا وقائي. حتى لو الفراخ عندنا ما فيش عندنا الحمد لله كوكسيديا بنجيبها كوقائي برضه. ليه؟ لان انا مش هستنى لما الفرخ يجي له كوكسيديا واستنى على مكان فرخ مني لا قدر الله يموتوا ويكش بقى واللي يتعب والحاجات دي كلها لا انا بجيبها كوقائي كده. يعني اللي لسه ما جابهاش ممكن يجيبها هو لسه في العمر دول تمام. انا برضه عامله لهم خلطه حلوه قوي. الخلطه ديت دايما على طول باستمرار بعملها سواء في الصيف سواء في الشتاء دايما اعملها. ليه؟ لانها دي يعتبر رافع مناعه للفرخ يعتبر كمان في نفس الوقت مضاد حيوي ويعتبر مضاد فيروس ومضاد بكتيري وعليها مكون كمان. المكون ده حلو قوي بينزل درجه الحراره. فانا يعني علشان كده على طول باستمرار بحطها على الاقل حطها مرتين في الاسبوع. يعني برضه في ناس بتقول لي كبير الخلطات. خلي بالكم بقى يا جماعه الناس اللي هي جابت انا عارفه ان في ناس كتير لسه بقى ان شاء الله بعد العيد هتجيب. الناس اللي لسه هتجيب بعد العيد تتابع معايا الدوره من اول علشان ما ينفعش ان انا اقعد اكتب الخلطات كلها اللي انا عملتها. لا ما ينفعش.
حابه ان انت تتابعي معايا الدوره من الاول، هتعمل من عمر يوم ان شاء الله هتستفادي، يعني كل يوم افتحي كده الفيديو وان شاء الله هتستفادي منها المعلومات كويسه على اساس الدوره تمشي معاكي كويس وما تعبش منك ولا فرخه يموت منك ولا فرخه. طيب تعالوا بقى كده نعمل الوصفه بتاعتنا اللي احنا عملناها للفراخ النهارده ونحطها. شوفوا بقى انا عامله لهم ايه كده، اهو انتوا شايفين دهوت عامله فرمه طم كتير ملو سخن جدا، بس فرمه بصل، فرمه بصل، وحاطه على البصل ده توم، حاطه على توم، انا ما عملتوش بميه ولا حاجه، انا فرمه في الكبه. كل اللي انتوا شايفينه اهو، شايفين ده خل، ده يا جماعه حطيت عليه كده ايه حوالي ربع كوبايه خل على البصل ده، حطيت معلقه كبيره كركم اهي عشان اقلبها لهم كويس قوي، ويا ريت كمان لو في شويه حبه البركه كده بيكون احسن. انا بصراحه دورت على الكيس اللي كان عندي بس ما لقيتوش، قلت بقى عشان ما اتاخرش مش مشكله دورت. شايفين بقى اهو، تعالوا بقى كده احط لهم الاكل، انا مش هحط على الميه ولا حاجه، كل الخلطه دي انا هحطها على الاكل. ده كده يا جماعه العلف بتاعهم اهو، ده لسه انا مغيرتش، ده لسه علف بدري، هغير امتى بقى؟ لما يوصل عمرهم شهر، ده علشان البلدي بيختلف عن الابيض، اما بيوصل عمرهم شهر هما دلوقتي عمرهم 27 يوم، يعني كمان 3 ايام كده هنبدا نغير، تمام؟ عشان الناس اللي بتقول لي في كل مره الفراخ ده عمر كام؟ الفراخ ده عمر كام؟ وما بتتابعش الفيديو معايا، يا دوبك عايزه تعرف الفراخ ده عمر كام وخلاص. الفراخ ده يا جماعه عمر 27 يوم، تمام؟ فتعالوا بقى كده نقلب اهو، ده العلف بتاعهم. الفراخ بقى بتحب البصل، بتحب البصل تموت. البصل ده يا جماعه مجد حيوي حلو قوي قوي، وخلي بالكم الثوم كمان ده بكل البصل ده بيحموهم من المشاكل بتاع الصيف كلها. طبعا مش هحط الكميه كلها. حتى لو انت مش هتقلبي لهم على الاكل، جيبي لهم بصلايه كده وانت قاعده وخرطها لهم ناعمه. دوت يعني دي شوفوا بقى شوفوا الفرم بتاعه عامل ازاي، لان انا عاملاه في الكبده يبقى ناعم شويه. اهو خلصت لهم اهوت زي ما انتم شايفين، يبقى الاكل دهوت عليه ايه؟ عليه خل، عليه خل، انا غلفته كله، غلفته كله بالخل والثوم والبصل اهو والكركم، يبقى ايه؟ دي يعتبر كده وجبه ما شاء الله كويسه جدا. حتى لو في فرخ بقى بوتشون بيعطس الكلام ده كلاته، الحمد لله ما عندناش حاجه من دي، بيشيل كل المشاكل دي. خلي بالكم يا جماعه يمكن اللي مخلي الفراخ حلوه برده معايا لغايه دلوقتي ما شاء الله، دي انا على طول دايما بستعمل لهم الخلطات. تعالوا بقى كده نحطها لهم. ده كده نحطها لهم هي الفراخ دلوقتي بسم الله ما شاء الله، بقى ساعة ما بتشم الريحة هتتلم كلها على الأكل. شايفين بقى لو انتم ملاحظين كل الفراخ هتتلم على الأكل ده. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الفراخ كلها اتلمت، مجرد ان هم شموا الريحه ما شاء الله كلته بتلم. وخلي بالكم يا جماعه انا ما كنتش مجوعه الفراخ، لان كان العلف قدامهم ما شاء الله، العلف اللي قدامهم اهوت العلفه اهي مليان علف، دي علفه ثانيه ودي العلفه اهي اللي انا حطيت فيها، يعني عشان بس ايه محدش يقول انت مجوعه الفراخ ولا حاجه، بس يعني خلي بالكم هم تجوعهم احسن برضه، بالرغم ان انا مش مجوعاهم، بس تجوع الفراخ او تجوع الطير معاكي بيكون احسن، على اساس ان هو تبقى شهيته دايما يعني مفتوحه على الاكل. اما الميه بقى هنعمل ايه علشان برضو تعرفوا معايا؟ الميه يا اما معلقه خل كده على رغيف الميه، طبعا السقايه معانا كبيره، هنحط خل، هنحط مثلا ممكن حبات سبيم، هنحط نص ليمونه على معلقه عسل، الحاجات دي كلها دايما على طول استفادي بالميه بتاعتهم بالخلطات، هتبقى عندك ما شاء الله دفعه فراخ يمكن هقول لك يعني انت ما ربطتهاش قبل كده، تمام؟ ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا الفيديو لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.